التنمية السياحية التي يتم إنجاز بعضها حاليا. وعلى سبيل المثال نجد تقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة التنظيمية على ما بذلوه من مجهودات لإنجاح هذه التظاهرة العلمية، باعتبار أن الجهات تعد فضاء انتقالي بين المنظور الوطني، يتهيأ ويتأهل للانتقال إلى محطة متقدمة في مجال التسيير الإداري. بالتالي أن أي تهيئة أو تأهيل لاستحقاق الجهوية تتطلب بالضبط إنشاء الشركات وتشجيع المبادرات الفردية وتحفيز العمل التضامني. تعبئة رصيد الجهة من الموارد البشرية. حضرت سيدة السادة وعلى غرار مبادرة الانفتاح على الفضاء المتوسطين الذي حدث ببناء لجنة المتوسطين، حيث المقر الأساسي لغرفة صيد البحر المتوسطين تضمنت المبادرة الملكية لتنمية الجهة. يقع ميناء الناظور، تلك هي المعلمة ذات الركائز الأساسية للجهة اقتصاديا واجتماعيا بفعل مختلف الأنشطة التجارية التي يقوم بها وتعداد مرافقه المتنوعة للاختصاصات كمحطة المسافرين والميناء التجاري وميناء الصيد البحري. فمنذ تأسيسه حقق نتائج مشروعه وحكام اقتصادية شفافة ونمو ملموس لهذه